بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما وحده من كيفه، ولا حقيقته أصاب من مثله، ولا إياه عنا من شبهه، ولا صمده من أشار إليه وتوهمه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أني أسألك باسمك يا عاصم يا قائم يا دائم يا راحم يا سالم يا حاكم يا عالم يا قاسم يا قابض يا باسط. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على علي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الأسطورة 35، الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان. الجهة السابعة الجهمي والمجسم هل يتفقان؟ الأمر السابع الطوسي والعلقمي والخليفة وهولاك والمؤامرة. النقطة الرابعة هولاك وجنكس خان والمغول والتتار. في رسالة الذهبي في تقريع الذهبي لابن تيمية، في كشف الذهبي حقيقة ابن تيمية وما كشف عنه وما أشار إليه وما أكده هو نفاق ابن تيمية، إضافة طبعا إلى زندقة ابن تيمية. قال الذهبي: كره نبيك صلى الله عليه وآله وسلم المسائل وعابها، ونهى عن كثرة السؤال، وقال: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، كل منافق عليم اللسان، والله في القلوب شكوك، إن سلم لك إيمانك بالشهادتين فأنت السعيد. ولا زال الكلام في المورد السابع مع ابن الأثير وما ذكره عن التتار والمغول وعن حركة العساكر التتارية وعن حال المسلمين وحكام الإسلام. قال ابن الأثير في الجزء العاشر في صفحة 361: ذكر ملكهم خوارزم وتخريبها. أما الطائفة من الجيش التي سيرها جنكيز خان إلى خوارزم فإنها كانت أكثر السرايا جميعها لعلم البلد، فساروا حتى وصلوا إلى خوارزم وفيها عسكر كبير وأهل البلد معروفون بالشجاعة والكثرة، فقاتلوهم أشد قتال، فقاتلوهم أشد قتال سمع به الناس، ودام الحصر لهم 5 أشهر، فقتل من الفريقين خلق كثير، إلا أن القتلى من التتر كانوا أكثر لأن المسلمين كانوا يحميهم السور. فأرسل التتر إلى ملكهم جنكيز خان يطلبون المدد، فأمدهم بخلق كثير. فلما وصلوا إلى البلد زحفوا زحفا متتابعا فملكوا طرفا منه، فاجتمع أهل البلد وقاتلوهم في طرف الموضع الذي ملكوا، فلم يقدروا على إخراجهم ولم يزالوا يقاتلونهم، والتتر يملكون منهم محلة بعد محلة، وكلما ملكوا محلة قاتلهم المسلمون في المحلة التي تليهم، فكان الرجال والنساء والصبيان يقاتلون، فلم يزالوا كذلك حتى ملكوا البلد جميعه، وقتلوا كل من فيه ونهبوا كل ما فيه، ثم إنهم فتحوا السكر الذي يمنع ماء جيحون عن البلد، فدخله الماء فغرق البلد جميعه وتهدمت الأبنية وبقي موضعه ماءه، ولم يسلم من أهله أحد البتة، فإن غيره من البلاد قد كان يسلم بعض أهله، منهم من يختفي ومنهم من يهرب ومنهم من يخرج ثم يسلم، ومنهم من يلقي نفسه بين القتلى فينجو. وأما أهل خوارزم فمن اختفى من التتر غرقه الماء أو قتله الهدم.
فأصبحت خرابا يا بابا، وهذا لم يسمع بمثله في قديم الزمان وحديثه. فلقد أمت هذه المصيبة الإسلام وأهله، فكم من قتيل من أهل خراسان وغيرها، لأن القاصدين من التجار وغيرهم كانوا كثيرا، مضت جميع تحت السيف. أقول أين التيمية من هذه المصيبة الكبرى والفادحة العظمى التي حلت بالمسلمين، وهي أضعاف ما حصل في بغداد؟ وكيف حصلت ولا يوجد ابن علقمي؟ وهل سيبتدأ لنا المدلسة ابن علقمي في أحداث خوارزم؟ وأين خليفة بغداد السلفي وابن الجوزي التكفيري من هذه الأحداث؟ فلم يتخذوا أي إجراء احترازي ضد المغول قبيل سقوط بغداد وخلافتها. ثم قال ابن الأثير في الجزء العاشر في صفحة 362 ذكر ملك التتر غزنة وبلاد الغور، لما فرغ التتر من خراسان وعادوا إلى ملكهم جهز جيشا كثيفا وسيره إلى غزنة، وهذه غزنة تقع في أفغانستان حاليا، وبها جلال الدين بن خوارزم شاه مالكا لها، وقد اجتمع إليه من سلم من عسكر أبيه، عسكر أبي خوارزم شاه، قيل كانوا 60,000. فلما وصلوا إلى أعمال غزنة خرج إليهم المسلمون مع ابن خوارزم إلى موضع يقال له بلق، فالتقوا هناك واقتتلوا قتالا شديدا وبقوا كذلك 3 أيام، ثم أنزل الله نصره على المسلمين، فانهزم التتر وقتلهم المسلمون كيف شاءوا، ومن سلم منهم عاد إلى ملكهم بالطالقان. فلما انهزم التتر أرسل جلال الدين رسولا إلى جنكيز خان يقول له في أي موضع تريد أن يكون الحرب حتى نأتي إليه، فجهز جنكيز خان عسكرا كثيرا أكثر من الأول مع بعض أولاده وسيره إليه، فوصل إلى كابل فتوجه العسكر الإسلامي إليهم وتصافوا هناك وجرى بينهم قتال عظيم، فانهزم الكفار ثانية فقتل كثير منهم وغنم المسلمون ما معهم وكان عظيما، وكان معهم من أسار المسلمين خلق كثير فاستنقذوهم وخلصوهم. أقول لكن أي نصر هذا؟ أي نصر هذا؟ وهل كان لله ولرفع راية الإسلام راية الحق والصلاح؟ وأين سينتهي هذا النصر؟ إنه السلب والنهب والمال والخزي والعار والنار. لنكمل ما كتبه ابن الأثير يقول ثم إن المسلمين جرى بينهم فتنة لأجل الغنيمة، وسبب ذلك أن أميرا منهم يقال له سيف الدين بغراق أصله من الأتراك الخلج كان شجاعا مقداما ذا رأي في الحرب ومكيده، واصطلى الحرب مع التتر بنفسه وقال لعسكر جلال الدين تأخروا أنتم فقد منئتم منهم رعبا، وهو الذي كسر التتر على الحقيقة. وكان من المسلمين أيضا أمير كبير يقال له ملك خان بينه وبين خوارزم شاه نسب، وهو صاحب هرات، فاختلف هذان الأميران في الغنيمة فاقتتلوا، فقتل بينهم أخ لبغراق، فقال بغراق أنا أهزم الكفار ويقتل أخي لأجل هذا السحت. لاحظ هو الذي يقول هذا سحت، هذه غنائم سحت، ليست لله، ليست غنائم حرب، ليست غنائم جهاد. يقول أنا أهزم الكفار ويقتل أخي لأجل هذا السحت، فغضب وفارق العسكر وسار إلى الهند، فتبعه من العسكر 30,000 كلهم يريدونه، فاستعطفه جلال الدين بكل طريق وسار بنفسه إليه وذكره الجهاد وخوفه من الله تعالى، وبكى بين يديه فلم يرجع
وسار مفارقا فانكسر لذلك المسلمون وضعفوا، فبينما هم كذلك إذ ورد الخبر أن جنكس خان قد وصل في جموعه وجيوشه، فلما رأى جلال الدين ضعف المسلمين لأجل من فارقهم من العسكر ولم يقدر على المقام، سار نحو بلاد الهند. وفي الهزيمة كالغزال سار نحو بلاد الهند، فوصل إلى ماء السند وهو نهر كبير، فلم يجد من السفن ما يعبر فيه. أقول وفي الهزيمة كالغزال. ولا ننسى أن جلال الدين الهارب كان يقول لجنكس خان في أي موضع تريد أن يكون الحرب حتى نأتي إليه، والآن في الهزيمة كالغزال. وكان جنكس خان يقص أثرها مسرعا، فلم يتمكن جلال الدين من العبور حتى أدركه جنكس خان في التتر، فاضطر المسلمون حينئذ إلى القتال والصبر لتعذر العبور عليهم، فتصافوا واقتتلوا أشد قتال، فبقوا كذلك 3 أيام، فقتل الأمير ملك خان المقدم ذكره وخلق كثير، فقتل الأمير ملك خان المقدم ذكره وخلق كثير. فلما رأى المسلمون أنهم لا مدد لهم وقد ازدادوا ضعفا بمن قتل منهم وجرح ولم يعلموا بما أصاب الكفار من ذلك، أرسلوا يطلبون السفن، فوصلت وعبر المسلمون. فلما كان الغد عاد الكفار إلى غزنة وقد قويت نفوسهم بعبور المسلمين الماء إلى جهة الهند وبعدهم، فلما وصلوا إليها ملكوها لوقتها لخلوها من العساكر والمحامي، فقتلوا أهلها ونهبوا الأموال وسبوا الحريم ولم يبقى أحد، وخربوها وأحرقوها وفعلوا بسوادها كذلك، ونهبوا وقتلوا وأحرقوا، فأصبحت تلك الأعمال جميعها خالية من الأنيس، خاوية على عروشها كأن لم تغلب الأمس. قال ابن الأثير: ثم دخلت سنة 618، سنة 618 ذكر عدة حوادث. في هذه السنة في سنة 618 هجري في صفر ملكة تتر مراغة، مراغة تقع شمال غرب إيران، خربوها. يقول ملكة تتر مراغة وخربوها وأحرقوها وقتلوا أكثر أهلها ونهبوا أموالهم وسبوا حريمهم، وسارت تتر منها إلى همدان وحاصروه فقاتلهم أهلها وظفر بها التتر وقتلوا منهم ما لا يحصى ونهبوا البلد، وساروا إلى أذربيجان فأعادوا النهب ونهبوا ما بقي من البلاد ولم ينهبوه أولا، ووصلوا إلى بيلقان من بلاد الران فحصروها وملكوها وقتلوا أهلها حتى كادوا يفنونهم ونهبوا أموالهم، وساروا إلى بلاد الكرج من أذربيجان وأران ولقيهم خلق كثير من الكرج فقاتلوهم، فانهزم الكرج وكثر القتل فيهم ونهب أكثر بلادهم وقتل أهلها، وساروا من هناك إلى دربند شروان وحصروا مدينة شماخي وملكوها وقتلوا كثيرا من أهلها، وساروا إلى بلاد اللان واللكز ومن عندهم من الأمم فأوقعوا حتى وصلوا إلى بلاد الروس، وقد تقدم ذكر جميعه مستقصا. ثم دخلت سنة 21، لاحظ قال ابن الأثير: ثم دخلت سنة 21 و600 621 هجري ذكر عود طائفة من التتر إلى الري وهمذان وغيرهما. أول هذه السنة وصل طائفة من التتر من عند ملكهم جنكس خان، وهؤلاء غير الطائفة الغربية، وهم عساكر التتار التي الطائفة الغربية كما قلنا هم عساكر التتار التي أرسلها جنكس خان تلاحق خوارزم. يقول: وهؤلاء غير الطائفة الغربية التي ذكرنا أخبارها قبل وصول هؤلاء الري، وكان من سلم من أهلها قد عادوا إليها
وعمروها فلم يشعروا بالتتر إلا وقد وصلوا إليهم فلم يمتنعوا عنهم فوضعوا في أهلها السيف وقتلوهم كيف شاءوا ونهبوا البلد وخربوه وساروا إلى ساوة ففعلوا بها كذلك ثم إلى قم وقاشان وكانتا قد سلمتا من التتر أولا فإنهم لم يقربوهما ولا أصاب أهلهما أذى فأتاهما هؤلاء وملكوهما وقتلوا أهلهما وخربوهما وألحقوهما بغيرهما من البلاد الخراب ثم ساروا في البلاد يخربون ويقتلون وينهبون ثم قصدوا همذان وكان قد اجتمع بها كثير ممن سلم من أهلها فأبادوهم قتلى وأسرى ونهبا وخربوا البلد وكانوا لما وصلوا إلى الري رأوا بها عسكرا كثيرا من الخوارزمية فكبسوهم وقتلوا منهم وانهزم الباقون إلى أذربيجان فنزلوا بأطرافها فلم يشعروا إلا والتتر أيضا قد كبسوهم ووضعوا السيف فيهم فولوا منهزمين فوصل طائفة منهم إلى تبريز وأرسلوا إلى صاحبها أوزبك بن البهلوان يقولون إن كنت موافقنا فسلم إلينا من عندك من الخوارزمية وإلا فعرفنا أنك غير موافق لنا ولا في طاعتنا فعمد إلى من عنده من الخوارزمية فقتل بعضهم وأسر بعضهم وحمل الأسرى والرؤوس إلى التتار وأنفذ معها من الأموال والثياب والدواب شيئا كثيرا فعادوا عن بلاده نحو خراسان التفت هذا ابن علقمي ابن تيمية بكل إصرار وثبات ولهذا لم يشنع عليه التيمية في كتبهم وخطبهم يكمل فعلوا هذا وليسوا في كثرة كانوا نحو 6000 فارس وكان الخوارزمية الذين انهزم منهم نحو 6000 راجل وعسكر أوزبك أكثر من الجميع ومع هذا فلم يحدث نفسه ولا الخوارزمية بالامتناع منهم نسأل الله أن ييسر للإسلام والمسلمين من يقوم بنصرتهم فقد دفعوا إلى أمر عظيم من قتل النفوس ونهب الأموال واسترقاق الأولاد وسبي الحريم وقتلهم وتخريب البلاد ثم قال ابن الأثير ذكروا ملك غياث الدين بلاد فارس قد ذكرنا أن غياث الدين بن خوارزم شاه محمد كان بالري وله معها أصفهان وهمذان وما بينهما من البلاد وله أيضا بلاد كرمان فلما هلك أبوه كما ذكرناه وصل التتر إلى بلاده وامتنع بأصفهان وحصره التتر فيها فلم يقدروا عليها فلما فارق التتر بلاده وساروا إلى بلاد قفجاق عاد ملك البلاد وعمر ما أمكنه منها وأقام بها إلى أواخر سنة 2600 وجرى له ما ذكرناه ففي آخر سنة 2600 سنة 620 هجري سار غياث الدين بن خوارزم إلى بلاد فارس فلم يشعر صاحبها وهو أتابك سعد بن دكلا إلا وقد وصل غياث الدين إلى أطراف بلاده فلم يتمكن من الامتناع فقصد قلعة الصخر فاحتمى بها وسار غياث الدين إلى مدينة شيراز وهي كرسي مملكة فارس وأكبرها وأعظمها فملكها بغير تعب أول سنة 621 هجري وبقي غياث الدين بها واستولى على أكثر البلاد ولم يبقى بيد سعد أتابك إلا الحصون المنيعة
فلما طال الأمر على سعد صالح غياث الدين على أن يكون لسعد من البلاد قسم اتفقوا عليه ولغياث الباقي، وأقام غياث الدين بشيراز وازداد إقامة وعزما على ذلك لما سمع أن التتر قد عادوا إلى الري والبلاد التي له وخربوها. ثم قال ابن الأثير في الجزء العاشر في صفحة 398: ثم دخلت سنة 22 و600 سنة 622 هجري ذكر وفاة الخليفة الناصر لدين الله. في هذه السنة آخر ليلة من شهر رمضان توفي الخليفة الناصر لدين الله أبو العباس أحمد، وكانت أم الناصر أم ولد تركية اسمها زمرد، وكانت خلافته 46 سنة وعشرة أشهر وثمانية وعشرين يوما، أي كانت 47 سنة، وكان عمره نحو 70 سنة تقريبا، وبقي الناصر لدين الله 3 سنين عاطلا عن الحركة بالكلية، وقد ذهبت إحدى عينيه والأخرى يبصر بها إبصارا ضعيفا، وفي آخر الأمر أصابه دوسنطاريا 20 يوما ومات. دوسنطاريا أي دسنتاريا دزنتري أو ما يسمى بهذا الاسم حسب ما أعتقد، وهو مرض يصيب الأمعاء الغليظة يتميز بكثرة التبرز ويسمى بالزحار، ولم يطلق في طول مرضه شيئا كان أحدثه من الرسوم الجائرة، وكان قبيح السيرة في رعيته ظالما، فخرب في أيامه العراق وتفرق أهله في البلاد وأخذ أملاكهم وأموالهم، وكان يفعل الشيء وضده، فمن ذلك أنه عمل دور الضيافة ببغداد ليفطر الناس عليها في رمضان فبقيت مدة، ثم قطع ذلك، ثم عمل دور الضيافة للحجاج فبقيت مدة ثم بطلها، وأطلق بعض المكوس التي جددها ببغداد خاصة ثم أعادها، وجعل جل همه في رمي البندق والطيور المناسيب وسراويلات الفتوة، فبطل الفتوة في البلاد جميعها إلا من يلبس منه سراويل يدعى إليه، ولبس كثير من الملوك منه سراويلات الفتوة. هذه الفتوة جعلها بعضهم مذمة بالخليفة وللخليفة، فيما اعتبرها آخرون منقبة له فامتدحه عليها. يكمل: وكذلك أيضا منع الطيور المناسيب لغيره إلا ما يؤخذ من طيوره، ومنع الرمي بالبندق إلا من ينتمي إليه، فأجابه الناس بالعراق وغيره إلى ذلك، فكان غرام الخليفة بهذه الأشياء من أعظم الأمور، وكان سبب ما ينسبه العجم إليه صحيحا في أنه هو الذي أطمع التتر في البلاد وراسلهم في ذلك، فهو الطامة الكبرى التي يصغر عندها كل ذنب عظيم. هذا الإمام، هذا الخليفة، هذا أمير المؤمنين، هذا ولي أمر المسلمين، هذا يقول عنه ابن الأثير، هذا خليفة العباسيين، يقول: وكان سبب ما ينسبه العجم إليه صحيحا من أنه هو الذي أطمع التتر في البلاد وراسلهم في ذلك، فهو الطامة الكبرى التي يصغر عندها كل ذنب عظيم. هذا في أي عام؟ في عام 622 هجري. أقول: أين ابن تيمية عن هذا العلقم الكبير، الخليفة الإمام ولي الأمر أمير المؤمنين العباسي الذي أطمع التتار في بلاد المسلمين؟ فإذا كان ابن العلقمي قد اقتدى بهذا الإمام التيمي مفترض الطاعة وهو جد أمير المؤمنين في زمن ابن العلقمي،
فإذا كان ابن العلقمي قد اقتدى بهذا الإمام التيمي مفترض الطاعة، فلماذا تلومون وتكفرون ابن العلقمي هذا الاقتداء المقدس بخليفة إمام مقدس؟ فأي إسلام وبلاد إسلام إذا كان خلفاؤهم خونة عملاء وفاقدي العقول؟ ومع وضوح ما وقع وحقيقة ما وقع، فإن ابن تيمية وأتباعه يتهمون ابن العلقمي الصورة المغلوب على أمره فاقد الإرادة. ثم قال ابن الأثير في صفحة 423 في الجزء العاشر، يقول: ثم دخل سنة 24 و600 سنة 624 هجري، ذكر دخول الكرج مدينة تفليس وإحراقها. في هذه السنة في ربيع الأول وصل الكرج مدينة تفليس ولم يكن بها من العسكر الإسلامي من يقوم بحمايتها. وسبب ذلك أن جلال الدين لما عاد من خلاط كما ذكرنا قبل أو وأوقع بالإيوانية فرق عساكره إلى المواضع الحارة الكثيرة المرعى ليشتوا بها، وكان عسكره قد أساءوا السيرة في رعية تفليس وهم مسلمون وعسفوهم، فكاتب الكرج أهالي تفليس كاتب الكرج يستدعوهم إليهم ليملكوهم البلد، فاغتنم الكرج ذلك لميل أهل البلد إليهم وخلوه من العسكر، فاجتمعوا وكانوا بمدينتي قرس وآني وغيرهما من الحصون، وساروا إلى تفليس وكانت خالية كما ذكرناه، فملكوا البلد ووضعوا السيف في من بقي من أهله، وعلموا أنهم لا يقدرون على حفظ البلد من جلال الدين فأحرقوه جميعه. أما جلال الدين فإنه لما بلغه الخبر سار في من عنده من العساكر ليدركهم، فلم ير منهم أحدا، كانوا قد فارقوا تفليس لما أحرقوها. تعليق: مسلمون بعلمائهم ورموزهم وقادتهم قد كاتب الكرج الكفار واستدعوهم لغزو بلادهم، بل سلموها لهم وملكوها لهم. وحسب مقاييس المدلسة ومنهج ابن تيمية لا يعتبر ذلك الفعل خيانة وعمالة وعلقمية، لا يعتبر ذلك الفعل عند التيمية خيانة وعمالة وعلقمية، بل هو عمل مبرر، لأن عسكر جلال الدين قد أساءوا لأهل المدينة لأهل مدينة تفليس. سبحان الله، فهل تقارن إساءة هؤلاء لتفليس بما فعله الدويدار والشرابي وابن الخليفة وعساكرهم من منكرات وقبائح وإجرام وانتهاك الأعراض والمحرمات والمجازر والإبادات في الشيعة في كرخ بغداد؟ فكيف تبررون لأهل تفليس استعانتهم بالكفار بينما تستنكرون ذلك على ابن العلقمي؟ هذا على فرض صحة أكذوبة ابن تيمية وافترائه على ابن العلقمي. ثم قال ابن الأثير: ثم دخل سنة 24 و600 624 هجري، ذكر نهب جلال الدين بلد الإسماعيلية. في هذه السنة قتل الإسماعيلية أميرا كبيرا من أمراء جلال الدين، وكان قد أقطعه جلال الدين مدينة كنجة وأعمالها، وكان نعم الأمير كثير الخير حسن السيرة ينكر على جلال الدين ما يفعله عسكره من النهب وغيره من الشر، فلما قتل ذلك الأمير عظم قتله على جلال الدين واشتد عليه، فسار في عساكره إلى بلاد الإسماعيلية من حدود ألموت إلى كردكو بخراسان، فخرب الجميع وقتل أهلها ونهب الأموال وسب الحريم واسترق الأولاد وقتل الرجال وعمل بهم الأعمال العظيمة وانتقم منهم،
وكانوا قد عظم شرهم وازداد ضرهم وطنعوا مذ خرج التتر إلى بلاد الإسلام إلى الآن، فكف عاديتهم وقمعهم ولقاهم الله ما عملوا بالمسلمين. التفت، نساء، أطفال، شيوخ، رجال، كل شيء مباح، كل ما في البلاد مباح ومباد، وانتهت البلاد والعباد وصارت أثرا بعد عين بفتوى تكفيرية لمنهج ابن تيمية وبيد سلطان ظالم فاجر. فهل هذا هو إسلام؟ وهل هذه إنسانية؟ وهل هذه أخلاق؟ ولاحظ أيضا أن ابن الأثير في بداية كلامه سجل مكرمة وفضيلة للأمير لأنه كان ينكر على جلال الدين ما يقوم به من أعمال سلب ونهب وشر، لكنه سرعان ما جعل أعمال الشر والقبائح التي يفعلها جلال الدين من الفضائل والكرامات لجلال الدين المجرم القاتل. قال: فخرب الجميع وقتل أهلها ونهب الأموال وسب الحريم واسترق الأولاد وقتل الرجال وعمل بهم الأعمال العظيمة. لا استنكار ولا اعتراض، ولا اعتراض له أبدا على هذه الأفعال الشنيعة والإبادة الجماعية للإنسان والإنسانية، بل أكثر من ذلك فهو يبارك لجلال الدين الفاسق الإرهابي القاتل ما فعله، حيث قال: وانتقم منهم فكف عاديتهم وقمعهم ولقاهم الله ما عملوا بالمسلمين. ويقال: من أين للدواعش التشريع والتأصيل في قتل الناس وإبادتهم جميعا؟ قال: ثم دخلت سنة 24 و600، سنة 624 هجري، ذكر الحرب بين جلال الدين والتتر. لما فرغ جلال الدين من الإسماعيلية وبلغه الخبر أن طائفة من التتر عظيمة قد بلغوا إلى دامغان بالقرب من الري عازمين على قصد بلاد الإسلام، فسار إليهم وحاربهم واشتد القتال بينهم فانهزموا منه، فأوسعهم قتلى وتبع المنهزمين عدة أيام يقتل ويأسر. فبينما هو كذلك قد أقام بنواحي الري خوفا من جمع آخر للتتر، إذ أتاه الخبر بأن كثيرا منهم واصلون إليه، فأقام ينتظرهم. وسنذكر خبرهم سنة 25 و600، 625 هجري. ثم دخلت سنة 25 و600، سنة 625 هجري، ذكر الحرب بين جلال الدين والتتر. في هذه السنة عاود التتر الخروج على الري، وجرى بينهم وبين جلال الدين حروب كثيرة. اختلف الناس علينا في عددها، كان أكثرها عليه، وفي الأخير كان الظفر له. قال ابن الأثير في صفحة 445 أيضا في الجزء العاشر: ثم دخل السنة 28 و600، 628 هجري، ذكر خروج التتر إلى أذربيجان وما كان منهم. في هذه السنة وصل التتر من بلاد ما وراء النهر إلى أذربيجان، وقد ذكرنا قبل كيف ملكوا ما وراء النهر وما صنعوه بخراسان وغيرها من البلاد من النهب والتخريب والقتل، واستقر ملكهم بما وراء النهر، وعادت بلاد ما وراء النهر فانعمرت وعمروا مدينة قارب، مدينة خوارزم عظيمة، وبقيت مدن خراسان خرابة لا يجسر أحد من المسلمين أن يسكنها. وأما التتار فكانوا تغير كل قليل طائفة منهم ينهبون ما يرونه بها، فالبلاد خاوية على عروشها. وكان جلال الدين سيء السيرة قبيح التدبر لملكه، لم يترك أحدا من الملوك المجاورين له إلا عاداه ونازعه الملك وأساء مجاورته. فمن ذلك أنه أول ما ظهر في أصفهان وجمع العساكر قصد خوزستان، فحصر مدينة ششتر وهي للخليفة،
وسار إلى دقوقة فنهبها وقتل فيها فأكثر، وهي للخليفة أيضا. ثم ملك أذربيجان وهي لأوزبك، وقصد الكرج وهزمهم وعاداهم. ثم عاد الملك الأشرف صاحب خياط، ثم عاد علاء الدين صاحب بلاد الروم، وعاد الإسماعيلية ونهب بلادهم وقتل فيهم فأكثر، وقرر عليهم مضيفة من المال كل سنة، وكذلك غيرهم. فكل من الملوك تخلى عنه ولم يأخذ بيده. تعليق: بالرغم مما يذكره هنا من أسباب موضوعية للهزيمة والانهيار، لكن الجو العام والأئمة المدلسة المارقة المتفرغة للنفاق والإيقاع بالناس وأمور أخرى تضغط على الكتاب ومنهم ابن الأثير، فلا بد من تطعيم الموضوع بخرافة تفليسية لابن تيمية وتحويل على ابن علقمي مفلس وتعليق الفشل والهزيمة عليه. لنرى ما يقول. قال ابن الأثير: فلما وصلت كتب مقدم الإسماعيلية إلى التتر يستدعيهم إلى قز جلال الدين، بادر طائفة منهم فدخلوا بلادهم واستولوا على الري وهمذان ومما بينهما من البلاد، ثم قصدوا أذربيجان فخربوا ونهبوا وقتلوا من ظفروا به من أهلها، وجلال الدين لا يقدم على أن يلقاهم ولا يقدر أن يمنعهم عن البلاد، قد ملئ رعبا وخوفا. أقول: وهذا الرعب والخوف من أين أتى؟ هل من الإسماعيلية الذين انتهكهم وأبادهم وسبى نساءهم وأطفالهم، أو من ابن العلقم الخرافي الشبيه برب ابن تيمية والتيمية الذي يظهر ويتجسد بملايين الصور والأجسام؟ وسنقرأ العجب العجاب والمصائب العظام التي يشيب لها الولدان. يكمل: وانضاف إلى ذلك أن عسكره اختلفوا عليه، وخرج وزيره عن طاعته في طائفة كثيرة من العسكر، وكان السبب غريبا، أظهر من قلة عقل جلال الدين ما لم يسمع بمثله. لاحظ ما هو الإشكال عليه، فقط يقول قلة عقل ليس أكثر من هذا. ستسمعون العجب العجاب، ومع هذا يقول فقط هذا، الانتقاد له هو قلة عقل ليس أكثر من هذا. لماذا؟ لأنه أمير مؤمنين، لأنه إمام، لأنه خليفة، لأنه مفترض الطاعة، لأنه مؤمن من ابن تيمية ومنهج ابن تيمية، لأنه مغفور له، لأنه من أهل الجنة، وانتهى الأمر. أقول ليس عند ابن الأثير مشكلة ولا اعتراض على ما فعله جلال الدين، لأنه ليس بغريب، بل هو عادي وطبيعي وشائع بين المسلمين، ومشرعا أو مبرر من أئمة التكفير والإرهاب. أما الخلفاء الأئمة أولياء أمور المسلمين فحدث ولا حرج، ولهذا لا مشكلة عند الكاتب إلا قلة عقل جلال الدين الملك السلطان الخليفة إمام المسلمين وأمير المؤمنين. وماذا فعل جلال الدين وكيف جسد الجلال للدين؟ كيف جسد جلال الدين الجلال للدين؟ لنكمل ما ذكره ابن الأثير. ماذا قال؟ قال: وذلك أنه كان، هذا جلال الدين، وذلك أنه أي جلال الدين لا حول ولا قوة إلا بالله، واقرأ السلام على الدين وعلى أهل الدين. وذلك أنه أي جلال الدين كان له خادم خصي، هذه مصيبة الخادم الخصي، كان له خادم خصي. لاحظ أنت عندما يطرق السمع الخصي تذكر الأمرد. لاحظ أنا لا أريد أن أحكي أكثر من هذا، أترك
الفكر والعقل والتصور والخيال والتفكير المنطقي. لاحظ خادم خصي ولدان أمية بلاط بني أمية حكام بني أمية مع الولدان مع هؤلاء الأئمة الخلفاء السلاطين في الدولة القدسية المقدسة مع المماليك مع الولدان مع الخصي هنا والخصي هناك، وعندك الشاب الأمرد ولك المجال في التفكير. وذلك أنه جلال الدين كان له خادم خصي، كان جلال الدين يهواه واسمه قلج أو قلج. أقول أستغفر الله، ربما يكون هذا الحب والهوى لله وفي الله وإلى الله، فلا نظن سوءا ونستغفر الله تعالى ونتوب إليه. يكمل يقول فاتفق أن الخادم مات، فأظهر جلال الدين من الهلع والجزع عليه ما لم يسمع بمثله ولا لمجنون ليلى. فإذا كان مجنون ليلى قد هوى ليلى لله وفي الله وإلى الله، فسنصدق بأن جلال الدين قد هوى الخصي في الله وإلى الله ولله. يقول فاتفق أن الخادم مات، فأظهر جلال الدين من الهلع والجزع عليه ما لم يسمع بمثله ولا لمجنون ليلى، وأمر الجند والأمراء أن يمشوا في جنازته رجاله، وكان موته بموضع بينه وبين تبريز عدة فراسخ عشرات الكيلومترات. يقول وكان موته بموضع بينه وبين تبريز عدة فراسخ، فمضى الناس رجاله يقولون لماذا تمشون إلى الحسين لزيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، لماذا تسيرون إلى كربلاء عشرات الكيلومترات. لاحظوا ماذا فعل جلال الدين الأمير السلطان الإمام الخليفة أمير المؤمنين مفترض الطاعة، ماذا فعل من أجل الخادم الخصي؟ سير الناس الجند والأمراء والناس يمشون عشرات الكيلومترات مع جنازته وفي جنازته، ومشى الخليفة الإمام جلال الدين ومشى بعض الطريق راجلا، فألزمه أمراؤه ووزيره بالركوب. فلما وصل إلى تبريز أرسل إلى أهل البلد، فأمرهم بالخروج عن البلد لتلقي تابوت الخادم، ففعلوا. لاحظ ففعلوا، خرجوا لاستقبال التابوت. يقول فأنكر عليهم، أنكر أمير المؤمنين الخليفة الإمام جلال الدين، فأنكر عليهم حيث لم يبعدوا ولم يظهروا من الحزن والبكاء أكثر مما فعلوا. لاحظ مع هذا ابن تيمية لا يكفر هؤلاء، يكفر من يبكي على الحسين، يكفر من يزور الحسين، يكفر من يزور النبي صلى الله عليه وسلم من الشيعة من الصوفية، لكنه لا يكفر هؤلاء الفسقة، لا يكفر من كذا كذا مع الولدان ومع الصبيان، لا يكفر الفجرة، لا يكفر رفاق الرب الأمرد. يقول فأنكره جلال الدين، فأنكر عليهم على أهل البلد، فأنكر عليهم حيث لم يبعدوا ولم يظهروا من الحزن والبكاء أكثر مما فعلوا، وأراد معاقبتهم على ذلك، فشفع فيهم أمراؤه فتركهم. ثم لم يدفن ذلك الخصي، أو ثم لم يدفن ذلك الخصي، وإنما يستصحبه معه حيث سار. لم يدفن الخصي، وإنما كان يستصحبه معه حيث سار، وهو يلطم ويبكي. الحمد لله وجدنا المشروعية على البكاء واللطم على الإمام الحسين سلام الله عليه، أخذناها من الرب الأمرد، من الابن تيمية ورب ابن تيمية، من إمام ابن تيمية، من خليفة ابن تيمية، من أمير المؤمنين،
من إمام المسلمين جلال الدين كان يلطم ويبكي على الخصي. فهذه مشروعية البكاء واللطم على الأموات من الرب الأمرد. الحمد لله حصلنا على الدليل والحمد لله رب العالمين. أقول الخليفة الإمام التيمي الإمام من أبناء التيمية يبكي ويلطم على خصي يهواه ويعشقه ولا يكفره ابن تيمية بينما يكفر الشيعة ويبيح دماءهم وأعراضهم وأموالهم لأنهم يبكون ويلطمون لمصيبة سي شباب أهل الجنة سبط النبي المصطفى عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يكمل فامتنع العاشق فامتنع من الأكل والشرب. امتنع العاشق جلال الدين أمير المؤمنين امتنع من الأكل والشرب وكان إذا قدم له طعام يقول احملوا من هذا إلى فلان إلى الخصي إلى الميت احملوا من هذا إلى فلان يعني الخادم ولا يتجاسر أحد أن يقول إنه مات فإنه قيل له مرة إنه مات فقتل القائل له ذلك. إنه أقول إنه عشق أزلي إنه عشق أزلي تيمي ابن تيمي شاب أمردي جعدي قططي إنما يكمل إنما كانوا يحملون إليه الطعام ويعودون فيقولون إنه يقبل الأرض يذكرون للخليفة للإمام لجلال الدين يقولون له إن الخادم يقبل الأرض ويقول إني الآن أصلح مما كنت. التفت مع كل هذه المخازي وهذه الفضائح وهذا الفحش والمنكر والعار فإنهم يتهمون الإسماعيلية وابن العلقمي ويحملونهم تبعات ما وقع في ذلك العصر بل في كل عصر وزمان. الغباء موهبة تيمية وابن تيمية بامتياز. يكمل فلحق أمراءهم من الغيظ والأنفة من هذه الحالة ما حملهم على مفارقة طاعته والانحياز عنه مع وزيره فبقي حيران لا يدري ما يصنع ولا سيما لما خرج التتر فحينئذ دفن الغلام الخصي وراسل الوزير واستماله وخدعه إلى أن حضر عنده فلما وصل إليه بقي أياما وقتله جلال الدين وهذه نادرة غريبة لم يسمع بمثلها. تنبيه عاشق فاسق غادر ومع ذلك فهو خليفة وإمام المسلمين وأمير المؤمنين وولي أمرهم ويجب طاعته. وخذ العجب العجاب من فتاوى ابن تيمية الخرافية الأسطورية. قال ابن الأثير ذكر ملك التتر براغة وفي هذه السنة سنة 628 هجري حصر التتر براغة من أذربيجان هذه أذربيجان شمال غرب إيران فامتنع أهلها ثم أذعن أهلها بالتسليم على أمان طلبوه فبذلوا لهم الأمان وتسلموا البلد وقتلوا فيه إلا أنهم لم يكثروا القتل وجعلوا في البلد شحنة كما قلنا الشحنة هو قائد شرطة قائد عسكري مسؤول أمني. يقول وعظم حينئذ شأن التتر واشتد خوف الناس منهم بأذربيجان هذا في أي سنة في سنة 628 هجري. أقول هل لمراغة خصوصية معينة بحيث كان سقوطها منذرا لابن الأثير بتعاظم الخطر أو أن ذلك تزامن مع حال اليأس التام الذي صار فيه بعد أن فقد أي أمل يرجى من حكام المسلمين وملوكهم وسلاطينهم وأئمتهم وخلفائهم حتى المقدسين التيمية وأبناء التيمية منهم وجزى الله تعالى ابن الأثير خير جزاء المحسنين لتوثيقه الكثير من الحقائق
التي وقعت في ذلك الزمان ولاهتمامه بأمور الإسلام والمسلمين وتشخيصه للكثير من مواطن الداء والوباء النفسي والقلبي والأخلاقي التي أدت إلى هلاك ملايين الأرواح المسلمة البريئة وتدمير البلدان الإسلامية بما فيها من أعيان وأموال على يد حكام الإسلام أنفسهم، ثم الغزو الفرنجي والمغولي التتري الخارجي. ونقرأ ما قاله رحمه الله، قال: فالله تعالى ينصر الإسلام والمسلمين نصرا من عنده، فما نرى في ملوك الإسلام من رغبة في الجهاد ولا في نصرة الدين، بل كل منهم مقبل على لهوه ولعبه وظلم رعيته، هذا أخوف عندي من العدو. وقال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ثم قال: ذكر وصول جلال الدين إلى آمد وانهزامه عندها وما كان منه لما رأى جلال الدين، هذا جلال الدين العاشق عاشق الصبيان، لما رأى جلال الدين ما يفعله التتر في بلاد أذربيجان وأنهم مقيمون بها ويقتلون وينهبون ويأسرون ويخربون البلاد ويجبون الأموال وهم عازمون على قصده، ورأى ما هو عليه من الوهن والضعف، فارق أذربيجان إلى بلاد خلاط وأرسل إلى النائب بها عن الملك الأشرف يقول له: ما جئنا للحرب ولا للأذى، إنما خوف هذا العدو حملنا على قصد بلادكم. وكان عازما على أن يقصد ديار بكر والجزيرة ويقصد باب الخليفة يستنجده وجميع الملوك على التتر ويطلب منهم المساعدة على دفعهم ويحذرهم عاقبة إهمالهم. فوصل إلى خلاط فبلغه أن التتر يطلبونه وهم مجدون في أثره، فسار إلى آمد وجعل له اليزك أي العسس، جند يطوفون ليلا يكشفون أي تحرك وخطر يأتيهم من التتر، حراسة ليلية، وجعل له اليزك في عدة مواضع خوفا من البيات. فجاءت طائفة من التتر يقصون أثره، فوصلوا إليه وهم على غير الطريق الذي فيه اليزك، فأوقعوا به ليلا وهو بظاهر مدينة آمد، فمضى منهزما على وجهه، وتفرق من معه من العسكر وتمزقوا في كل وجه. فقصد طائفة من عسكره حران فأوقع بهم الأمير صواب ومن معه، فأوقع بهم الأمير صواب ومن معه من عسكر الكامل بحران، فأخذوا ما معهم من مال وسلاح ودواب. وقصد طائفة منهم نصيبين والموصل وسنجار وأربل وغير ذلك من البلاد، فتخطفهم الملوك والرعايا وطمع فيهم كل أحد حتى الفلاح والكردي والبدوي وغيرهم، وانتقم منهم وجازاهم على سوء صنيعهم وقبيح فعلهم في خلاط وغيرها وبما سعوا في الأرض من الفساد، والله لا يحب المفسدين. فازداد جلال الدين ضعفا إلى ضعفه ووهنا إلى وهنه بمن تفرق من عسكره وبما جرى عليهم، فلما فعل التتر بهم ذلك ومضى منهزما منهم دخلوا ديار بكر في طلبه، لأنهم لم يعلموا أين قصد ولا أي طريق سلك، فسبحان من بدل أمنهم خوفا وعزهم ذلا وكثرتهم قلة، فتبارك الله رب العالمين الفعال لما يشاء. أقول: قادة الإسلام وأئمتهم لم يقدموا أي معونة لجلال الدين العاشق ولا لعساكره الذين يقاتلون التتار الغزاة الكفار، بل أن الأئمة الخلفاء المسلمين سلبوا ونهبوا عساكر جلال الدين، بل إنهم لم يحركوا ساكنا وبقوا أذلاء صاغرين عملاء خائنين خانعين أمام كل الجرائم التي ارتكبها التتر
في كل البلدان التي دخلوها خلال تحركهم في بلاد الإسلام في حال ملاحقتهم لجلال الدين وباقي الأحوال. فأين هذه المواقف الذليلة الخيانية الغادرة لعلماء أبناء التيمية وخلفاء الأمة وأئمتهم؟ وأين ما يدعيه منهج التدليس التيمي من أن الإسماعيلية هم السبب في تحرك التتار ضد جلال الدين والقضاء عليه وعلى عسكره ودولته؟ وإذا كان التتار وهم في عمق وقلب بلاد المسلمين يصولون ويجولون كيفما يشاءون ومتى يشاءون، وكانت عندهم عيون التجسس والمعلومة الاستخبارية التي تمكنهم من التحرك بكل حرية وأمان في البلاد الإسلامية بحيث يخفى تحرك جيوشهم بعدتها وعتادها حتى على اليزك الحراس والحرس الليلي الذين وضعهم جلال الدين؟ فهل مثل هؤلاء يحتاجون إلى أن يخبرهم الإسماعيلية عن ضعف جلال الدين وجيشه حتى يتحركوا بناء على معلومة الإسماعيلية الباطنة الباطلة؟ قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فقد عمى الله قلوب المدلسة أبناء تيمية، ونسأله تعالى أن يعمي أبصارهم في الدنيا والآخرة وأن يحشرهم مع جلال الدين العاشق ومعشوقه الخصي. قال ابن الأثير في صفحة 448: ذكر دخول التتر ديار بكر والجزيرة ومفعله في بلاد من الفساد. لما انهزم جلال الدين من التتر على آمد، نهب التتر سواد آمد وأرزن وميا فارقين وقصدوا مدينة أسعد فقاتلهم أهلها، فبذل لهم التتر الأمان فوثقوا منهم واستسلموا. فلما تمكن التتر منهم وضعوا فيهم السيف وقتلوهم حتى كادوا يأتون عليهم، فلم يسلم منهم إلا من اختفى وقليل ما هم. ثم ساروا منها إلى مدينة طنزة ففعلوا فيها كذلك، وساروا من طنزة إلى واد بالقرب من طنزة يقال له وادي القريشية، فيه مياه جارية وبساتين كثيرة والطريق إليه ضيق، فقاتلهم أهل القريشية فمنعوهم عنه وامتنعوا عليهم وقتل بينهم كثير، فعاد التتر ولم يبلغوا منهم غرضا. وساروا في البلاد لا مانع يمنعهم ولا أحد يقف بين أيديهم، فوصلوا إلى ماردين فنهبوا ما وجدوا من بلدها، واحتمى صاحب ماردين وأهل دنيسر بقلعة ماردين، وغيرهم ممن جاور القلعة احتمى بها أيضا. ثم وصلوا إلى نصيبين الجزيرة فأقاموا عليها بعض نهار ونهبوا سوادها وقتلوا من ظفروا به وغلقت أبوابها، فعادوا عنها ومضوا إلى بلد سنجار ووصلوا إلى الجبل من أعمال سنجار فنهبوها ودخلوا إلى الخابور، فوصلوا إلى عربان فنهبوا وقتلوا وعادوا. ومضى طائفة منهم على طريق الموصل فوصل القوم إلى قرية تسمى المؤنسة وهي على مرحلة من نصيبين بينها وبين الموصل، فنهبوها واحتمى أهلها وغيرهم بخان فيها فقتلوا كل من فيه. ومضى طائفة منهم إلى نصيبين الروم وهي على الفرات وهما من أعمال آمد، فنهبوها وقتلوا فيها، ثم عادوا إلى آمد ثم إلى بلد بدليس فتحسن أهلها بالقلعة وبالجبال فقتلوا فيها يسيرا وأحرقوا المدينة. وحكى إنسان من أهلها أي من أهل بدليس قال: لو كان عندنا 500 فارس لم يسلم من التتر أحد، لأن الطريق ضيق بين الجبال والقليل يقدر على منع الكثير. ثم ساروا من بدليس إلى خلاط فحصروا مدينة من أعمال خلاط يقال لها باكرة وهي من أحسن البلاد، فملكوها
عنوة وقتلوا كل من بها وقصدوا مدينة أرجيش من أعمار خلاط وهي مدينة كبيرة عظيمة ففعلوا كذلك وكان هذا في ذي الحجة ولقد حكي لي عنهم حكايات يكاد سامعها يكذب بها من الخوف الذي ألقى الله سبحانه وتعالى في قلوب الناس منهم حتى قيل إن الرجل الواحد منهم كان يدخل إلى القرية أو الدرب وبه جمع كثير من الناس فلا يزال يقتلهم واحدا بعد واحد لا يتجاسر أحد أن يمد يده إلى ذلك الفارس ولقد بلغني أن إنسانا منهم أخذ رجلا ولم يكن من التتري ما يقتله به فقال التتري له ضع رأسك على الأرض ولا تبرح فوضع رأسه على الأرض ومضى التتري فأحضر سيفا وقتله به وحكى لي رجل قال كنت أنا ومعي 17 رجلا في طريق فجاءنا فارس من التتر وقال لنا حتى يكتف بعضنا بعضا فشرع أصحابي يفعلون ما أمرهم فقلت لهم هذا واحد فلما لا نقتله ونهرب فقالوا نخاف فقلت هذا يريد قتلكم الساعة فنحن نقتله فلعل الله يخلصنا فوالله ما جسر أحد أن يفعل فأخذت سكينا وقتلته وهربنا فنجونا وأمثال هذا كثير قال ابن الأثير ذكر وصول طائفة من التتر إلى أربل ودقوقا في هذه السنة في سنة 628 في ذي الحجة وصل طائفة من التتر من أذربيجان إلى أعمال أربل إلى أعمال أربيل فقتلوا من على طريقهم من التركمان الإيوانية والأكراد الجزقان وغيرهم إلى أن دخلوا بلد أربل فنهبوا القرى وقتلوا من ظفروا به من أهل تلك الأعمال وعملوا أعمال الشنيعة التي لم يسمع بمثلها من غيرهم وهذه مصائب وحوادث لم ير الناس من قديم الزمان وحديثه ما يقاربها فالله سبحانه وتعالى يلطف بالمسلمين ويرحمهم ويرد هذا العدو عنهم وخرجت هذه السنة ولم نتحقق لجلال الدين خبرا ولا نعلم هل قتل أو اختفى لم يظهر نفسه خوفا من التتر أو فارق البلاد إلى غيرها والله أعلم ذكر طاعة أهل أذربيجان للتتر في أواخر هذه السنة 628 هجري أطاع أهل بلاد أذربيجان جميعها للتتر وحملوا إليهم الأموال والثياب أنواع الثياب الخطائية والخويية والعتابية وغير ذلك وسبب طاعتهم أن جلال الدين لما انهزم على آمد من التتر وتفرقت عساكره وتمزقوا كل ممزق وتخطفهم الناس وفعل التتر بديار بكر والجزيرة وأربل وخلاط ما فعلوا ولم يمنعهم أحد ولا وقف في وجوههم واقف وملوك الإسلام منجحرون في الأثقاب وملوك الإسلام ابن الأثير يقول وملوك الإسلام منجحرون في الأثقاب وانضاف إلى هذا انقطاع أخبار جلال الدين فإنه لم يظهر له خبر ولا علموا له حالة سقط في أيديهم وأذعنوا للتتر بالطاعة وحملوا إليهم ما طلبوا منهم من الأموال والثياب من ذلك مدينة تبريز التي هي أصل بلاد أذربيجان ومرجع الجميع إليها وإلى من بها فإن ملك التتر نزل في عساكره بالقرب منها وأرسل إلى أهلها يدعوهم إلى طاعته ويتهددهم إن امتنعوا عليه فأرسلوا إليه المال الكثير والتحف من أنواع الثياب الإبريسم وغيرها وكل شيء حتى الخمر وبذلوا له الطاعة أرسلوا له حتى الخمر يقول حتى الخمر فهنيئا لابن تيمية بهؤلاء السلاطين الأئمة وحكوماتهم الإسلامية فلماذا إذن يا دواعش يا مارقة تقتلون الناس على ظن في شرب أو بيع الخمور وارتكاب الموبقات فيما خلفاؤكم وأئمتكم وفقهاؤكم أبناء التيمية
المرافقون لهم يحللون ذلك ويبيحونه في تلك البلدان، بل إنهم يعتبرون تلك الدول قدسية وأمتها مقدسة، ضامنة الجنة ومفترضة الطاعة. فتلك دولكم علمانية أكثر من علمانية الدول الحالية. فأي دولة إسلامية تريدون إقامتها وأنتم وأمتكم أصل العلمانية الخليعة الماجنة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ابن الأثير في صفحة 451 في الجزء العاشر: ذكر طاعة أهل أذربيجان للتتر، ولقد وقفت على كتاب وصل من تاجر من أهل الري في العام الماضي قبل خروج التتر، فلما وصل التتر إلى الري وأطاعهم أهلها وساروا إلى أذربيجان سار هو معهم إلى تبريز، فكتب إلى أصحابه بالموصل يقول: إن الكافر لعنه الله ما نقدر أن نصفه ولا نذكر جموعه حتى لا تنقطع قلوب المسلمين، فإن الأمر عظيم. ولا تظنوا أن هذه الطائفة التي وصلت إلى نصيبين والخابور والطائفة الأخرى التي وصلت إلى أربل ودقوقة كان قصدهم النهب، إنما أرادوا أن يعلموا هل في البلاد من يردهم أم لا. هذه كأنما التي اجتاحت البلدان، هذه سرايا استكشاف كما يبين هذا التاجر. يقول: هذه فقط عبارة عن جس نبض، يريد أن يعرف ماذا عندكم من دفاعات. ويقولون: التتار لا يعلمون ماذا في بغداد، فأرسل إليهم ابن العلقمي المعلومات وبناء على المعلومات تحركوا. خرافة تيمية بامتياز. يقول: ولا تظنوا أن هذه الطائفة التي وصلت إلى نصيبين والخابور والطائفة الأخرى التي وصلت إلى أربل ودقوقة كان قصدهم النهب، إنما أرادوا أن يعلموا هل في البلاد من يردهم أم لا. فلما عادوا أخبروا ملكهم بخلو البلاد من مانع ومدافع، وأن البلاد خالية من ملك وعساكر. تعليق: في سنة 628 هجري تيقن التتار أن البلاد خالية من ملك وعساكر، أي أن خليفة بغداد وكل سلاطين دول الإسلام وعساكرهم لا اعتبار لهم عند التتار، ولا يمثلون أي قوة تذكر إلى المستوى الذي يعتبرون فيه البلاد خالية من أي ملك وأي عساكر. وهذا في سنة 628 هجري، فكيف إذن الحال في سنة 656 هجري؟ وكيف نتصور إذن وجود عاقل يقول أو يحتمل أن ابن العلقمي سبب مجيء المغول وسقوط بغداد وخلافتها؟ استفهام للعقول والإنسان وليس للحجارة والبهائم. يكمل: فقوي طمعهم وهم في الربيع يقصدونكم، وما يبقى عندكم مقام إلا إن كان في بلد الغرب كما تحصل الهجرة الآن، فإن عزمهم على قصد البلاد جميعها، يعني بغداد غير مستثنات يا أغبياء يا مدلسة يا داعشة الفكر والأخلاق. يكمل: فانظروا لأنفسكم. هذا يقول هذا مضمون الكتاب: فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله المستعان. انتهى ما اقتبسناه من الكامل لابن الأثير، وبهذا انتهى المقتبس موضع الحاجة، وبه انتهى أيضا تأريخ ابن الأثير إلى سنة 628 هجري، وبأحداث هذه السنة انتهى كتابه الكامل في التاريخ. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.